السلام عليكم ورحمة الله. احنا في مجمع اللوغو في منطقة سنيوت. طبعا هذه ثلاثة غرف الصالة. اول ما ندخل في هذا النظام الفتح الالي. طبعا الشقة 140 متر مربع، ثلاثة غرف الصالة. اول ما ندخل طبعا على يد اليسار هذه المطبخ. مجمع جدا متكامل. حراسة أمنية، نادي رياضي، مسبح، كل الخدمات المتوفرة. هذه الصالون زي ما تشايفين. هذه دورة المياه. طبعا هذه غرفة النوم الرئيسية. لها دورة المياه الخاصة بها. هذه الغرفة الثانية. مجمع اللوغو في منطقة السنيوت. هذه غرفة الغرفة الثالثة. ثلاث غرف الصالة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.